نهار فات البرنامج بالاثنين فات في التلفزيون مور البرنامج مباشرة بداوا يتصلوا بك الناس ولا؟ واه اتصلت بي الأخت من تيزي وزو. ما قلت لي ما تذكريش الاسم تاعي بصح دارت فيا خير الحمد لله يا ربي. دارت له لاباراي ب 28 مليون شريتها له الحمد لله. الحمد لله يا ربي. زعما خطرات تتصل وتسقسيني عليك وخطره. هذه اختنا تاع تيزي وزو باش تعرف اليوم بانها راه عندها صدقه جاريه وين ما راهي يسمع فينا ويقرا. من تقول لك انا درتها الخير في وجه زعما والديا. قالت لك والديا ميتين ادعوا لي ليهم الله يرحمهم. الله يرحمهم ان شاء الله وربي هذه الصدقه تكون جاريه على والديها ان شاء الله. ان شاء الله ويكثر خيرها زعما. ومن بعد اتصل بك اعطاوك نصيب من المال وبديتي تبني في هذا الدار. تما هذه ما كان قلتي لي ما البيليات ما كانوش كاينين. ما كانوش فيها حتى البيليات ما كان فيها حتى والو. ما كان والو ما كان والو. عاودت على روحك مرا وجبتي ماسويات وبديتي مقابلتهم. انا جبت ماسو كان الزوج في حال زعما مريض وكاع وقفت معاهم حتى اللي كملوا لي. الحمد لله الحمد لله. وانا شفنا الفوق درتي الضاله درت ثانيك دار الفوق والحمد لله للدراري ودرت دار فوقه. ان شاء الله خاصها غير تيوق ان شاء الله نديرهم بخير. ان شاء الله ربي يخليكم ان شاء الله والله يحفظكم. ومن بعد من بنيتي وساويتي وبنترتي وراني نشوف اثرتي البيت ثاني يعني لما زادوك يعني طاوك مبلغ وفعلوا الخير وزادوك مبلغ ثاني. زادوني واه باش شريت هكا وكملت باش اثرتي وكلش الحمد لله. لافينيسي وكملت واحد دروك الحمد لله. تغسلي القش في الماشينه الفريجيدار تلقي صوالحك باردين الحمد لله يا ربي. عندك الفوشه وطيبي يعني كاع الامور الحمد لله رب العالمين. الامور رجلوها النفع على الخير الحمد لله يا ربي. وعن طريق المحسنين دائما نوضوا ونرقدوا وندعو لكم ربي الحمد لله يا ربي. نقولوا يا ربي افعلوا الخير كما فتحت علينا الله يفتح عليها بالجنه ان شاء الله.